شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه في مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات. وأوضح مدبولي أن المركز يهدف لتعميق التصنيع المحلي ويحتوي على أحدث الماكينات، ومنها موضوع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي. بتعميق المكون المحلي وتطبيق الرقمنة الصناعية وتوطين التكنولوجيا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مركز التصنيع الرقمي خلال جولة تفقدية لمصنع المحركات بحلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بهدف تصنيع وزيادة الإنتاج من مضخات مياه الشرب والصرف الصحي اللازمة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى كمشروع القرن حياة كريمة. اللي احنا النهاردة موجودين في هذا المكان عشان نعرف بس أهميته، إن هذا الصرح الجديد هو يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات اللي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع كل مكونات حاجات كتيرة قوي، ومنها وهو الأهم بالنسبة لنا احنا يعني بحكم العمل الكبير اللي مصر بتعمله، موضوع مضخات وطرمبات المياه اللي بتستخدم في محطات تنقية المياه، محطات الصرف الصحي، محطات الصرف الصناعي. المركز الحقيقة بيتسم مع ما تنشده الدولة وما تنادي به الدولة من تكنولوجيا عالية في تتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة في مجال التصنيع. هي عندنا الماكينات اللي موجودة في هذا المركز كلها ماكينات متقدمة جدا، المكنة الواحدة ممكن تحل محل 15 ماكينات من الماكينات المتقدمة. على مساحة 3750 متر مربع يضم مركز التصنيع الرقمي 15 ماكينة من أحدث الماكينات في مصر بتكنولوجيا يابانية وألمانية وأوروبية. المصنع فندم ده تقريبا المصنع رقم واحد في مصر، بيعمل بنظام الرقمنة الصناعية والثورة الصناعية الرابعة، يعني تقريبا ما فيهوش تدخل بشري خالص. المصنع ده يا فندم هيتيح لنا ان احنا نعمل منتجات صناعية ما انتجتش في مصر قبل كده. مصنع المحركات نجح مؤخرا في انتاج 3 طرازات من مضخات مياه الشرب اطلق عليها اسم كيلوباترا، بنسبة تصنيع محلي تصل الى 78%، اضافة الى تخصص المصنع في مجالات دعم الصناعات الحربية والسكك الحديدية وعمرة وإصلاح محركات الطائرات المختلفة. توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي استراتيجية تنتهجها الدولة المصرية في إطار الثورة الصناعية الرقمية الرابعة، وهو ما يتجسد هنا بافتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع محركات حلوان ضمن خطة الهيئة العربية للتصنيع لافتتاح مثل هذه المراكز بكافة المصانع التابعة لها. سالي سالم، التلفزيون المصري.